السلام عليكم. انا واحد جيست عند بنك، عندي الكونت ديالي عندهم مدة هذه، وفي هذا العيد الكبير كنت فاجئ بانني كيمشيو لي الاموال اللي كنت حاط عندهم. من بعد قبل يومين كنت فاجئ بان قبل يومين بالعيد كنت فاجئ بان قطع لي الخط ديال الاتصالات ديال الرقم ديالي اللي انا داير به الابليكاسيون. من موراها ملي شفت عدت ناس راه مشاو ليهم فلوس، مشيت كنفيريفي، لقيت بان داكشي اللي كان عندي كامل في لابونك بان راه خرج في هذيك الليله وفي نهار واحد. هو ماشي واحد السوم اللي كبير، ولكن من بعد عاد جاو ناس اللي تقريبا اللي مشاو لهم ملايين. انا مشات ليها 12-13 ألف درهم تقريبا، ودرنا الاجراءات ديالنا، درنا كل شيء، داكشي اللي خاصو لي يدا، درنا شكايه للوكيل المالي، درنا شكايه لابي جي، ما جاوبنا حتى حد دابا لحد 3 شهور. درنا شكايه لابونك براسها كتكون فيها 26 يوم يجاوبوك، ما جاوبوناش، ما قالوا لنا والو. جينا عندهم شحال من مره كنجينا عندهم كيقول لنا باقي ما طريطاش لافير ديالكم، وحنا لحد الان ضرورين، وتا واحد ما كينصفنا، تا واحد ما كيشوف فينا زعما واش حنا غناخذوا حقنا ولا ما غناخذوش. وحنا لحد الان بغينا نشوفوا شي حل معاهم، حيت هما ما كيستجبوش معنا، كيديروا براسهم بحال ما كاين والو. والمهم لحد الان حنا كنشوفوا كيفاش نسترجعوا فلوسنا، حيت هذا ضرر وهذه تغرى عند لا بونك في لابليكاسيون ديالها، وهما كيتحملوا مسؤوليتها. حنا ككليان ماشي اي واحد كيستأمن راسه انه يحط فلوسه لا بونك ويتفاجئ الغد لانه يمشيوا ليه. يعني ملي كتجي تشوف بحال هذا الشيء، يعني لا ما كاين لا لا سيكوريتي، ما كاين حتى حاجه. فهذا عندي تقريبا شي من 2016 تقريبا لحد الان. العمر وقع لي بحال هكا، كنسمع وكنقول لا ما كاينش، ولكن ملي طحت في هذا اللوكا تحت فيه انا وثلاثه الدراري صحابي، واحد راه مشات ليه 18 مليون وواحد مشات ليه 4 مليون، هذاك ما التحقش بينا، كاين في مراكش، وانا راه من ورزازات وحاولت انني نحضر لهنايا. كنطلبوا غير يسترجعوا لينا فلوسنا كما كانوا دراري، حيت كانوا دراري اللي فيكتيم قبلنا، وحنا ما عيطوا لينا، ما داروا معنا والو، قالنا لك تديروا الشكايات ديالكم للوكيل المالك باش نعرفوا بانكم لا ما عندكمش علاقه بهذه العمليات.